السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة المتابعين والمشاهدين، دمتم بصحة وعافية إن شاء الله. نحن اليوم في حي الجديدة، هذا هو الجزء الثاني لنفس الحي. طبعا نحن الآن في ساحة المطران فرحات. هذه الساحة هي فاصلة بين حي الجديدة وحي التلال. طبعا حي الجديدة الأثري يعود إلى العام 1400 ميلادي، منذ أن هاجم تيمور لنج حلب وحرقها. في ذلك الوقت بدأ بناء هذا الحي. هذا الحي كانت تقطنه الأغلبية المسيحية. عندما كنت طفلا، طبعا أنا ترعرعت في هذا الحي، عندما كنت طفلا كان هناك الأغلبية من الجيران من المسيحية والأرمن. طبعا هذا الحي تم تصنيفه من قبل منظمة اليونسكو بأنه الحي الأثري الأول في مدينة حلب لما يحتويه من آثار متمثلة في بيوت عربية وأحياء وجوامع. هذا السوق الذي نحن فيه الآن هو سوق الحقائب، يتفرع منه عدة أفرع كلها تؤدي إلى حي التلال ومنطقة الإطفائية القديمة. طبعا سوق الجديدة يمتاز بتفرعاته، فيه عدة أسواق، هو حي كامل ومتكامل بكل ما تعني الكلمة من معنى. طبعا هذا الذي نراه الآن هو منفذ إلى حي التلال أو شارع التلال. لحق هذا الحي بعض الدمار أثناء الحرب، وأيضا بعض الدمار أثناء الزلزال. نتجه الآن إلى ساحة الحطب. هذا هنا مدخل لمطعم المارتيني. هذا هو على اليمين مطعم المارتيني. أيضا هذا الشارع الضيق يؤدي إلى التلال. هنا يوجد بيوت عربية كلها تمتاز وتتمتع بالآثارات القديمة، طبعا آثار إسلامية.
هذا هو مطعم المارتيني، قيد الترميم الآن. هذه هي ساحة الحطب التي الآن يتم ترميمها بعد أن دمرت بالكامل أثناء الحرب، ومن ثم أكمل عليها أيضا الزلزال. هذا جامع الشرف، هذه مئذنة جامع الشرف. طبعا هو أيضا جامع جدا قديم، وأعمال الترميم الآن قائمة فيه. هذا جزء من ما تم ترميمه في ساحة الحطب، وهذه البيوت التي لحق بها الدمار. هذه الساحة سميت بساحة الحطب، وهي أقدم ساحة في مدينة حلب. طبعا كان هنا يباع الحطب والفحم، لذلك سميت بساحة الحطب، وهي ساحة مشهورة جدا في مدينة حلب. من هنا نذهب إلى حي التدريب، والذي يحتوي على أشهر محل بحلب، محل الفوال الحاج عبده مصري رحمة الله عليه، ومن ثم إلى السيد علي. هذه بداية أعمال الترميم لأحد المحلات، وهذه هي نزلة سوق اللحوم.
وهذا صاحب المحل الذي يظهر الآن هو من الناس القدماء في هذا الشارع، كون والده قبله كان في هذا السوق رحمة الله عليه. نتمنى لكم حسن المتابعة، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.